اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه، بمجلعد الدق الرق والحلا الاول، وقفى بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيا، ارحب ارحب. وشام التخطيط والخطط؟ انا ما خططت ولا اخوك، احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع، تمام؟ وجدت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عمرو؟ يا ابن حلال، انا راعي الشناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش ذا يا عمرو؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقه عفو عليك. وش تواعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين اللي تحدى؟ وين ثقة الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. فالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عرين. والله وسط راعي منقيات ولد عمي، عز يا ملال عز يا مهبول. عفو عليك. انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا؟ يعني شلون علينا عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انت ابى احطك مسؤول العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. ايض الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادزها الاستراحه؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس، اوكي؟ ابشر بها. يا ابويا انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوم، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب يا تبابي. اي لحظه، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر، انتبه. انت حرامي، المفروض تعطينا 1000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين، الوعد قدامي عامر. اقول انقلع يا الدرثوم، انقلع. كوك 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 كوك. وكذا ما هو الرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ اي والله انه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امش معنا ومالك اللي يدس مشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانه. هيا هيا يا الف يا العافيه يا ابو الكفاتي. شلون والله بالخير؟ انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عزلك تبى تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم، تقول لي كلاوي؟ اب دورها منا ولا منا؟ ولا تصدق يا اخوي، طبيك الجوع انت تبى تاكل؟ انقذ وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهني يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه، هذا ابو الكفاتي. هذا اقول يا ابو الكفاتي، اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه، لكن ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها، ما انا عيب من مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي، يضحك يسكينك سكيناك. ابشر ابشر والله فخار. تبي الصدق يا ولد عمي؟ يبي لك عالم، يبي لك ربع، يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد، العش عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك، كانك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا انا الشيخ بن مكفيت راعي النظر، كل اللي فازوا انا اللي نقيت لهم حلالهم. وانت بتشتغل عند مين؟ اشتغل عند ابو قبلان، كلفني اشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ انا راح اريحك واخليك ما تجيب ولا تشارك الا بالشي اللي عليه القيمه. انت راعي نظر؟ لا، انا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر، بس انت خليك معي
راح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرت وبيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حيسري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاوي الشدة. حي الهندوية. مرحبا. حي الهندوية. مرحبا. وهذول يا أصدقائي أصدقائي حي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منو ما أصدق الشيخ عامر. الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار. الحمام الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر أقدم لك شاعر الجزالة شاعر الأدب شاعر الثقافة. إنه شاعر الليل عزوز الليل. أرهب ثم أرهب ثم أرهب. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات. مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. لا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعر. يا عم اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. بس هناك ابلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى والثقه يبقى ثقه في محل الشيخ عامر جاله عامر راعي مجلعدات الجزيره. معركه بكره حامل وطيس فيها. بتدخل اشداد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك. أبدخل اشداد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشداد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ مدام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو